ريدو ريدو ريدو. السلام عليكم مشاهدينا ومتابعي قناه احترف العود، اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. ان شاء الله سوف نشرح اغنيه من الخالدات وروائع الاغاني المغربيه القديمه الكلاسيكيه، لذلك ابقوا معنا في اغنيه برد وسخوني هواء لمحمد الحياني. اذا مشاهدينا الكرام نبدا باول شيء في هذه الاغنيه. هذا كمدخل أو كبداية. إذن يقول من ناحية العلامات بشكل بسيط: سول ري سول لا لا، ري سول لا لا، سول دو سول لا، ري سي دو لا سي لا، سول دو سي لا سي لا سي لا. ويعيد، يعني الجملة الثانية نفسها: سول ري سول لا لا، ري سول لا لا، وبعدها سول دو سول لا لا فا ري دو مي دو سي لا سي لا. ويعيد من اول سول. هذا المقطع يعزف بهذا الشكل بالضبط مع الإيقاع، وبالطريقة التي فيها مثلا شوية زخرفات وشوية جواب وقرار وشوية تكنيك سيكون بهذا الشكل. يعني هذا، يعني إذا حب شخص متقدم بعض الشيء أن يطبقه. مثلا هنا عزفت سول ري سول سي لا لا، هناك جمل سريعة سول دو سول، نفس الشيء سي لا. هنا ايضا هناك فيبراتو وشويه جليس مع شويه رش او في الجواب سول دو سي. اوكي، التي بعد لا فا ري دو، هنا يبدا لا سول لا سي دو ري دو ري سي لا سول لا سي دو ري دو ري سي لا سول لا سي دو ري سي دو لا سي لا لا فا ري دو مي دو سي لا سي لا. وبعدها هذه الجملة تقول لا مي دو مي دو ميري ميري، يعني هناك طرق لاستخدام هذه الجملة لا مي دو ري مع القرار ري دو ميري ميري، وبعدها دو ري مي فا لا سول دو ميري سي دو ري مي سول فا نصف دياز، هنا نصف دياز بالاصبع الرابع سي دو ري مي سول فا سي ري دو لا دو سي سول سي لا ري دو ري دو ري دو مي دو سولو. اوكي، يقول لا سول لا سي دو سي دو سي دو سي لا سول لا سي دو سي دو سي دو سي لا سول لا سي دو لا لا سول لا سي دو لا ري دو سي دو دو سي لا سي لا ري دو سي دو دو سي لا سي لا دو سي دو سي
هذه ايضا مهمه. لا 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 سول سول فا فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا لا سول دو سي لا سول لا سول دو سي لا سول لا سول دو سي لا سول لا. ويبدا الغناء. اوكي، وهذا سيكون في الجزء الثاني ان شاء الله. اذا سنعيد ان شاء الله بعض الحركات التي يمكننا اضافتها في هذا المقطع من الاول. مثلا لما بدانا كما قلنا او في القرار او في الجواب ري سي دو لا سي لا دو سي دو سي لا سي لا. اذا هنا القرار والجواب، والثانية يكون فيها مثلا جواب، مثلا سول ري سول لا 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 سول لا لا أو إذا استخدمت هنا الجواب على ما طلع على سبيل المثال، هذا لإضافة الإبداعات في العزف. أو بالنسبة لهذا المقطع يمكن أن يكون بالرش متواصل مع بعض التقنيات في الأصابع مثلا. يعني هذا كامل يمكن أن يكون بهذا الإبداع مثلا، وهذا الجزء أيضا هنا هناك يعني حركات بالريشة، هناك حركات بالأصابع مثلا، هنا مثلا ري لما هي طويلة ربما أستخرج من هذا الطول لهذه النوتة أشياء كثيرة مثلا. أوكي، يعني حركات، وهناك ايضا نوع من الريشه مثلا. بشكل سريع جدا. وايضا هذه الحركه. عوض. حتى يكون يعني ليس هناك فراغ. دو دو ري ري مي مي فا فا لا سول. اوكي، حركات مثلا يمكن ان تضاف بالنسبه للعازفين الذين لديهم مهارات بعض الشيء على آلة العود. وطبعا لعزف القطعه ليس هناك اعتماد على مثلا ان يعتمد الانسان على يعني النوتة الحرفيه بالضبط كما هي مكتوبه، ولكن هناك ابداع. ربما ننقص نوتات، ربما نضيف نوتات، ولكن يبقى الزمن نفس الزمن وليس هناك مشكل في الايقاع، وربما العازف يعزف بشكل ممتع جدا في آلة العود. إذن هكذا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله يكون الشرح واضح، ولا يجب أن يكون هناك مثلا تركيز بشكل كبير على التفاصيل الدقيقة جدا على طول النغمة وطريقة عزف الريشة، بل يكون عزف حر ويكون يسلطن ويكون فيه طرب واستخدام تقنيات داخل القطعة حتى يعطينا جمالية العزف، وهذا هو ما نبحث عنه. لا تنسوا دعمنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.